بالنسبة للعناية الصباحية للبشرة، انتبهوا كل زين، بعد ما احنا عرفنا نوع بشرتنا لازم نستخدم الغسول المناسب إلها. أول شغلة اللي نستخدمها اللي هي المايسيلر ووتر، ليش؟ حتى نسحب كل البارتيكلز أو الأشياء الموجودة والغبار التلوث اللي بالجو، فبقطنة بسيطة ونستخدمه أي نوعي من النوعيات بس تكون مناسبة لبشرتنا. من بعدها نغسل وجهنا بالجل كله، ومن ضمنها العين. طبعاً تركيز على منطقة، أكو كثير من المايسيلرز والغسول تكون مناسبة حتى للعين، إذا ما كانت مناسبة فنستخدم الغسول أو المايسيلر المناسب للعين منفصل عن اللي هو للوجه. خلصنا بالنسبة للغسول. من بعدها احنا راح حسب نوع بشرتنا، اذا بشرتنا دهنية وبيها مسامات فنستخدم السيرم او الكريم الخاص للبشرة الدهنية اللي نعتبره كبيز للميك اب. اذا كانت بشرتنا حساسة نستخدم الشيء اللي يهديها، خصوصا اللي عندهم الوردية والتزهر وهاي الامور وهم حيطلعون برا للشمس فيستخدمون هذا الكريم اللي يهدي اللي يبرد. كريم حوالين العين مهم جدا انه نستخدمه حتى نخفف من خلينا نقول الدارك سيركل او اثار التعب او الاجهاد. خلصنا كل هذا، صباحا راح نستخدم وراء كل هذا الروتين الواقي الشمسي، مهم جدا جدا، والواقي الشمسي المناسب الى بشرتنا. خلصنا طبعا اكيد الايد هم شيء مهم لان جزء يطلع للبشره، فنستخدم نوعية من الكريمات الإيد اللي هي تكون ترطيب وبيها واقي شمسي. قسم من الناس عندهم تصبغات، أكو تجي قسم من الكريمات مال الإيد هي فيها واقي شمسي وتعالج التصبغات وترطب بنفس الوقت. بالنسبة للعناية الصباحية هذه، العناية الليلية حتكون بنفس الطريقة تقريبا اللي هي الغسول نفسها، بس راح نستخدم أشياء اللي هي أنتي أوكسيدنت، اللي هي تضبط لنا البشرة، اللي هي تسوي ريجينيريشن للخلايا، تعيد إحياء الخلايا، فمضادات الأكسدة. فأني دائما أفضل استخدام الفيتامين سي سواء كان بسيرم أو أمبولات معينة سواء كان بماسك. نستخدم الفيتامين سي ليش؟ لأنه إحنا بشرتنا أو الجلد بشكل عام هو العضو الوحيد اللي يجدد نفسه أثناء الليل، اما الاعضاء الاخرى فحتى اثناء النهار واحنا قاعدين هي تتجدد. فاحنا اذا استخدمنا اشياء الانتي اوكسيدنت والتجديد الخلايا حنزيد من هذا الموضوع، فحتكون نصحى الصبح تكون بشرتنا كلش نظره. فالفيتامين سي دائما انصح به بالليل مو الصبح، سواء كان سيرم ماسك اي شيء نستخدمه نخليه. من بعدها ننتظر عليه شويه، اذا عندنا مشكله معينه بالبشره او اذا رايدين نستخدم كريم الليل اللي هو انتي ايجينج ممكن انه نستخدمه، اذا كريم الحبوب ممكن انه نستخدمه من بعد الفيتامين سي، او كريم البشره الحساسه هم نستخدمه. حسب الكريم اللي احنا بدنا نستخدمه راح نستخدمه بعد الفيتامين سي، يعني الغسول والفيتامين سي والكريم الخاص لبشرتنا وكريم العين، هذه هم ما ننساها. نفس الحالة إذا عندنا يعني هالات سوداء نستخدم كريم العين الخاص للهالات السوداء، إذا عندنا خطوط نستخدم الكريم الخاص لهذا الموضوع.